ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمواطن السعودي صادق المروحن، وذلك بعد الكشف عن معاناته بمرض نادر، حيث تفاعل معه النشطاء بشكل واسع في المملكة. قالت لي أنا شاك أن عندك المرض الفلاني، بس ما شفت مريض في حياتي أنا بالمرض هذا. وفي التفاصيل، أشار مواطن سعودي يدعى صادق المروحن إلى أنه يعاني من مرض النوم القهري الذي حول حياته إلى جحيم، وأوضح في مداخلة مع برنامج يهلا عبر قناة روتانا خليجية أنه يعاني المرض منذ طفولته، وحتى الآن ما أوقعه في العديد من المشكلات، منها الفصل من العمل والتعرض لحوادث سير أثناء القيادة. ولفت إلى أن حتى العام 2004 لم يكن يعرف طبيعة مرضه، إلى أن شك طبيب في معاناته من مشكلة في الساعة البيولوجية، مضيفاً أنه في فترة المراهقة والجامعة كان الناس ينظرون إليه باعتباره شخص يحب النوم كثيراً، وكان ينام حينها يومين وثلاثة أيام بشكل متواصل. وتابع أنه عمل في 5 بنوك و4 شركات تأمين، وفصل منها جميعاً للسبب نفسه، إذ وصل به الأمر إلى النوم لمدة 6 أيام وأسبوع بشكل متواصل، يستيقظ ولا يدري عدد الأيام التي نام فيها. وأشار إلى أنه كان أحياناً ينام بوزن 80 كيلوغرام ويستيقظ وقد فقد 10 كيلوغرام كاملة، كما أنه تعرض لحادثين أثناء القيادة بسبب نومه المفاجئ، لافتاً إلى أنه يصاب بالجرثوم يومياً. وعلى أثر ذلك انهالت التعليقات على مواقع التواصل من قبل النشطاء، ولعل من أبرز هذه التعليقات كانت تلك التي قالت: صادق المروحن، قيل أن زوجته كانت توقظه من النوم ليأكل، لماذا توقظيه من النوم؟ دعيه نائما وعندما يجوع يأكل، المهم يوجد طبيبة قادرة بإذن الله على علاجه، وهذا حسابها.